مع انتشار فيروس كورونا المستجد، فإن الكثير من الأسئلة تخطر ببالكم حول المرض. لذا نقدم لكم في هذا الفيديو مجموعة من الأسئلة والأجوبة. فيروس كورونا هو فصيلة واسعة الانتشار تسبب أمراضاً مختلفة، تتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى الاعتلالات الأشد وطأة مثل متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم أو ما يعرف به السارس. فيروس كورونا المستجد هو سلالة جديدة من فيروس كورونا لم تكشف إصابة البشر بها سابقاً. ومن الممكن أن يصاب البشر بالعدوى بفيروس كورونا المستجد من مصادر حيوانية. فقد خلصت التحريات إلى أن فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم قد انتقلت من قطط الزباد إلى البشر في الصين عام 2002. فيما انتقل فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية من الإبل إلى البشر في المملكة العربية السعودية عام 2012. وهنالك العديد من سلالات فيروس كورونا الأخرى المعروفة التي تسري بين الحيوانات دون أن تنتقل العدوى منها إلى البشر حتى الآن. أعراض الإصابة بفيروس كورونا تختلف بحسب نوع الفيروس، لكن أكثرها شيوعاً هي الأعراض التنفسية والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس، وفي الحالات الأشد وطأة قد تسبب على العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكلوي أو حتى الوفاة. ومن الممكن أن تنتقل بعض سلالات فيروس كورونا من شخص إلى آخر بالاتصال عن قرب مع الشخص المصاب، كما يحدث في سياق الأسرة أو العمل أو في مراكز الرعاية الصحية. في سباق اكتشاف لقاح لفيروس كورونا ينضم متسابقون جدد يوما بعد يوم، حتى وصلنا الآن إلى أكثر من 100 مختبر حول العالم يعملون حاليا على التوصل للقاح لفيروس كورونا. منظمة الصحة العالمية أعلنت على موقعها أن 102 من اللقاحات المحتملة لكوفيد 19 قيد التطوير حاليا في جميع أنحاء العالم، بينها 15 لقاح تمت الموافقة عليها لإجراء التجارب السريرية، حيث أضافت المنظمة 8 لقاحات جديدة للقائمة بعد 7 لقاحات كانت أجازتهم سابقاً ضمن المجموعات المعتمدة للتجارب على البشر. هذه اللقاحات 7 مقسمة على نحو التالي: 4 في الصين، ولقاح في بريطانيا، ولقاح أمريكي، وآخر مشترك أمريكي أوروبي. حين يأتي ذكر الصين والولايات المتحدة الأمريكية، فعلينا أن ندرك أن هناك سباقاً ثنائياً من نوع آخر بين البلدين حول من يتوصل إلى اللقاح أولاً، وهو ما يقود إلى السؤال الأهم: متى يحين موعد إطلاق اللقاح المرتقب؟ بشكل عام تتحدث الأوساط الطبية عن موعدين، إما بمطلع العام المقبل، بينما يرجح بعض المتفائلين أن نشهد ذلك في هذا العام بحلول سبتمبر المقبل. إلا أن الفكرة لا تقتصر على اكتشاف اللقاح، بل المدة التي يحتاجها ليصبح جاهزاً لتحصين ملايين البشر، وهي الفترة التي قدرها مستشار ترامب وخبير الأوبئة أنتوني فوتشي بما بين سنة إلى سنة ونصف. في المقابل أطلقت إدارة ترامب مشروعاً يهدف إلى تقليص هذه المدة إلى 8 أشهر لإنتاج حوالي 300 مليون جرعة من لقاح كورونا بحلول يناير القادم. وأعلنت شركة فايزر الأمريكية أنها تأمل في إنتاج ما بين 10 ملايين إلى 20 مليون جرعة من اللقاح الذي تم تطويره مع شركة بايو إنتك الألمانية بحلول نهاية هذا العام الحالي. هذا في الولايات المتحدة الأمريكية. أما في الصين فأعلن الباحثون بمختبر سينوفاك بايوتيك أنهم يحملون قريباً اللقاح الذي تنتظره البشرية، أطلقوا عليه اسم كورونا فاك. ومعنا أيضا من واشنطن البروفيسور طلال نصولي، الأستاذ في علوم المناعة والحساسية. أهلا وسهلا بك دكتور طلال. بداية، هل نحن أمام دواء قد يقضي فعلا على هذه الجائحة العالمية، دواء الريمي أو ريم ديسيفير برأيك؟ بما في شك هذا الريم ديسيفير هون اللي اليوم الـ FDA الوكالة الأدوية الأمريكية قالت أنه بيقدر يستعمل بناء على
على العلاجات على النتائج اللي عملوه. مثل ما بتعرف هذا الفيروس بيجي لهون بيفوت بالخلايا تبعونا وبيستعمل الدي ان اي تبعنا تيتكرر. هلا كيف بيشتغل بقى الدواء هذا؟ هذا فيري سمبل، بيشتغل هيك، شوف كيف بيجي على الريمديسيفير. هذا الفيروس هون بيفوت لجوا على الخلايا تبعيتنا، بيستعمل الخلايا تبعيتنا تيتكرر هو. شيء بيوصل تيتكرر الار ان اي تبعه، ار ان اي بوليميريز، هذا الدواء الريمديسيفير بيعمل بلوك، ما في يتكرر الدواء اطلاقا تبعت الاكيب. فهذا اختراع فظيع. ولح اقول لك مش بس الدراسه اللي عملوها هلا عن جديد، العالم ما عم تنتبه. من شيء 4 أسابيع، من شيء تقريبا شهر، طبعت دراسه في النيو انجلاند جورنال اوف ميديسن، اعظم مجله بالطب بالعالم، على الريمديسيفير. عملوها على تقريبا 70 شخص، 63 شخص، وفاجئوا 70% تحسن بالعوار. طيب لماذا تاخر يا دكتور هذا الاعلان؟ ليش تاخر حتى هذا الوقت؟ يعني الاعلان على ان العلاج او الترخيص اعطي من الاداره الامريكيه لاستخدام هذا الدواء. صح، لانه اول شيء واحد ما بيقرروا على الدواء اذا الدراسه ما انعملت بطريقه مضبوطه، بدها تكون دبل بلايند راندومايز بلاسيبو كنترول ستادي. هذيك الستادي عملوها، بس عملوها على الناس المريضين وشافوا انه تحسنوا. هلا شو عملوا؟ عملوا بلاسيبو كنترول، يعني عطوا نص الناس استعملوا الدواء اللي هو الوهمي، اوبر وهميه، ونص الناس عطون الدواء. بتعرف كيف تتفارق اذا في تحسن ولا لا. وفرجوا في تحسن 30 أو 31% بالناس اللي كانوا مريضين جدا، الاكسجين نازل وبدهم يمشوا على آلات التنفس. طيب هلا طلعت فوق 1000 شخص درسوا، وبقى الدراسه انعملت بطريقه مضبوطه. بتعرف وكاله الادويه الامريكيه فيري ستريكت، مش هيني تقول لك ايه نستعمله، بس هلا ما طلعوا النتائج لازمين. هلا السؤال، ليه نحن مستعجلين؟ نحن عندنا 250,000 شخص ماتوا بالعالم، 250,000 شخص ماتوا بالعالم كلها لليوم، حوالي شيء 15 اسبوع. يعني نحن وين ناطرين بعد؟ لكن يا دكتور يعني اتخاذ مثل هذه الخطوه بهذه السرعه، يعني ربما قد تكون لها اثار عكسيه. يعني لو ثبت ان هذا الدواء قد يعني يستعمل في دول ينجح وفي دول اخرى لا ينجح. سؤال كويس، ما في شك. هلا ليك الدواء اللي 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 بيمشي على دراسه مضبوطه باي بلد اللي كان، بده يمشي بكل البلدان عاده. يعني ما في انه دواء بيمشي ببلد ما بيمشي ببلد ثاني. تبعت اللي اضعاف جانبيه تبعوله كثير خفيفين، ما في يعني اضعاف جانبيه، امرار الكبد بيتاثر شويه ب فيري فيري سمول نمبر اوف بيبل. تبعت اللي كيف، بس ما في عنده بيعطي نوجيا، وهو بينعطى مصل اي في. اول يوم يعطي 200 ملي جرام بالعرق، وثاني يوم 100 ملي جرام من يوم الثاني ليوم العاشر، وبعدين فقط. وعملوا هني على 5 أيام، حتى 5 أيام مثل العشر أيام نفس الشيء. دكتور طلال، أنا كنت أقصد بهذا السؤال، يعني أتذكر في مقابلة أنت بروفيسور طلال ذكرت بأن لهذا الفيروس نوعان، يعني هنالك نوع الـL والـS أيضا في دول. هل يمكن أن ينطبق هذا الدواء على الـS وعلى الـL، هذه النوعيتين المختلفتين طبعا من فيروس كورونا؟ مضبوط. وبعد بعد الشيء اللي كنت عم بقوله، انا طلع دراسه من شيء تقريبا اسبوع ونص، فرجت انه حتى هالفيروس الشريس، هذا الفيروس الكورونا فيروس، مش بس عنده نوعين، عنده حوالي شيء 28 نوع. يعني عنده نوع الخفيف، النوع اللي وسط، والنوع اللي فالشيء اللي عمله هذا الدواء بيشتغل نفس الميكانيزم على كل الكورونا فيروس، وقف ريبليكيشن تبع الار ان اي. يعني كلياتهم هن بيشتغلوا عنده نفس الار ان اي، بس التكوين تبعهم بيكون اقوى ولا اقل. لهذا السبب انه فرجة انه مشي على فوق 1000 شخص. طيب 1000 شخص كان عندهم عده انواع من الخفيف، القوي، اللي بيقتل، اللي ما بيقتل. انتبهت لي كيف؟ طيب وعطى نتيجه كبيره. طيب دكتور طلال، هنالك دول يعني اتخذت علاج الكلوروكوين كعلاج رسمي لهذا المرض، أيضا بلازما الدم للمتعافين، اليوم نحن أمام هذا الدواء ريمديسيفير. ما هو الفرق بينها؟ أيضا ما هو الدواء الأقرب لأنه يكون هو الدواء الأكثر فعالية مع فيروس كورونا برأيك؟ ما في شك، الريمديسيفير هون، دواء الملاريا هون، تبعت لي كيف، في فرق كبير. ما قدروا عملوا
اخيرا ما قدروا عملوا الهيدروكسيكلوروكوين، ما قدروا عملوا دراسات دبل بلايند بلاسيبو كنترول تبع الدواء الوهمي والدواء المضبوط على عدد كبير من المرضى، ما قدروا طلعوها. حتى الفرنسويه جربوا يعملوا ما كان يطلع معهم. معناتها انه في شيء معقول بيساعد هو، بس ما بيساعد اطلاقا مثل ما ريمديسيفير. انا صار لي شهرين عم بحكي عن ريمديسيفير، بيساعد بطريقه ملموسه جدا، بيوقف التكرير الفيروس، هالفيروس الشيطاني، مشان انه واحد يخلص منه. هلا البلازما حاجه تانية. البلازما هدول الاجسام المضاده اللي بنعملها، اذا واحد ضرب بالكورونا فيروس دغري بيطلع اجسام مضاده تقتل الكورونا فيروس. بعد ما يصح بدل عنده اجسام مضاده بناخذها منه وبنعطيهم للمريض اللي معه الكورونا فيروس، اللي ما عم بيقدر يطلع اجسام مضاده ومريض جدا، وهدول بيساعدوه. بس الدواء البلازما مش شغله هينه وشغله قديمه، لانه بيقدر يعطي فيروس، بيقدر يعطي اتش اي في سيدا، بيقدر يعطي سي ام في فيروس، عده امور بده يتصفى ويتنظف كله، وما في كميات صغيره. وما بيشتغل نفس الشيء، هذا بيقتل الفيروس، هذا بيخلي الفيروس ما بقى يتكرر اطلاقا. طيب. ما بيعطوه دغري، بيعطوه اذا نزل اكسجين، وبيعطوه اذا عم بيعوز في حالات متقدمه. طيب دكتور، يعني سامحني، انا ودنا استغل وجودك معي، فنحن نريد الكثير من المحاور والاسئله وبسرعه. يعني هذا العلاج يا دكتور، هل يمكن ان يساعد ايضا في عمليه تسريع اللقاحات لفيروس كورونا برايك؟ ما في شك، لانه هلا بيعطينا وقت، عم نشتري وقت. نحن هلا عم نشتري وقت لحتى اللقاحات بلش تطلع. اذا ما اشترينا وقت وما لقينا حل لها مؤقتا، انتبهت لي كيف؟ العدد الاموات بدها تطلع. نحن قلنا 250,000 شخص مات بالكره الارضيه، 250,000 شخص مات بحوالي شيء 15 اسبوع. يعني اذا انطرنا بعد 5 بيصيروا مليون، يعني العالم عم بتموت وين ما كان، انتبهت لي كيف؟ امريكا، اوروبا، شو ما كان يكون، ما في ارقام مخيفه. يعني باي مستشفى بقى هذا نشتري وقت عليه نحن لحتى يطلع بقى الفاكسين، يعني هو اللقاح. وفي عندك اللقاح عم يعملوه بالمانيا ضد الار ان اي، اللقاح عم يعملوه باوكسفورد بيونايتد كينغدوم، واللقاح اللي عم يعملوه بامريكا اللي من يونيفرسيتي اوف بيتسبرغ عم يعملوه ضد الشوكات، ضد السبايكس هذول، باش دغري اذا فات بيعرفوا انه هو بيقتلوا. الار ان اي اصعب، تبع أكسفورد أنا بعتقد أصعب النتيجة، مع أنه هم عم بيسرعوا جدا بلندن، قالوا عطوها للشمبانزي والشمبانزي ما صار معهم هذه، بس نشوف هلا شو بيصير مع البني آدم. وهلا حطوا 6,000 شخص بدهم يعملوا الدغري الاختبارات عليهم، إن شاء الله يكون كويس منين ما يطلع الدواء. وأكيد هلا جيليد، شركة جيليد ساينس هي اللي طلعت الدواء من الأول، عم بيقولوا أنه بدهم يعملوا ملايين منه وبيعطوا لكل البلدان. اكيد ما لازم يدل الدواء هذا، بس هذه ما معناتها انه نحن هلا بنقول طلع دواء انا اللي حروح اظهر اتعشى برا، اللي حروح على الديسكو بدي ارقص بدي بوس العالم. لا لا لا، بدنا ندل ماشيين على القانون، الله يخليكم، لانه هذه بعد العمليه طالعه، الفيروس بعده طالع، عم بيضرب الناس، عم بياثر على الناس. اليوم حكيت مع مريض كان قاعد ببيته 3 اسابيع صار معه الكورونا فيروس، اجوا جابوا له اكل ما بعرف شو، لا لقطوا من الاكل معدي بطريقه غريبه الشكل. الكورونا فيروس 19 معدي اكثر من الانفلونزا ب 1000 مره، يعني اذا طلع فيه الواحد بده يجي عليه، شيء غريب الشكل، مش عم نفهم كيف عم يصير. الكمامات، غسيل ايدين، المهم ما ندقر وشنا. هذه نصيحه طلال نصولي انا، اذا ما دقرنا وشنا 95% شانسز ما بيجينا الكورونا فيروس اذا الله يا رب السلامه. ان شاء الله لك وللمشاهدين ولكل من يستمع الينا، شكرا جزيلا لك البروفيسور طلال نصولي الاستاذ في علوم المناعه والحساسيه، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. الكرة ذات الأشواك هذه تمثل الفيروس التاجي الذي يحتل خلية الإنسان لإعادة إنتاج نفسه. من السهل قتل الفيروس بالسم، لكنه سيقتل الخلية والإنسان معا. لذا فشطارة العلماء تكمن باختراع مادة تقتل الفيروس من دون أن تؤذي ما حوله من خلايا وتقتل البني آدم، وهذا إلى اليوم لم يحصل. لكن الجهود العلمية نجحت في القضاء على آخر الفيروسات القاتلة، وهو فيروس إيبولا، فيروس خطير قاتل انتشر في عام 2014. نسبة الوفاة بين المصابين به من 50 إلى 90%.
عكف العلماء على تقييم لقاحين له، ويختبرون طائفة واسعة من العلاجات التي يحتمل أن تكافحه، ومنها منتجات الدم وعلاجات جهاز المناعة والأدوية، ومنها أيضا هذه المادة التي تقبع داخل هذا الحنجور الصغير واسمها ريمديسيفير. طورتها شركة جيلياد للعلوم لمواجهة الإيبولا، لكنه أظهر نتائج إيجابية بعلاج كوفيد-19. كيف؟ سأشرح لكم بالتفصيل. الفيروس التاجي ليس كائنا حيا يمكن أن يتكاثر في جسم الإنسان بحد ذاته، إنما لابد من خلية حية تساعدها. لذا يلتصق هذا الفيروس باستخدام هذه الأشواك بجدار الخلية ويخترقها إلى الداخل، ويجلس بداخلها ثم يتكاثر، يستخدم أنزيماتها للتكاثر فيدمرها وينتشر في الجسم. لكن وظيفة هذه المادة التي في الحنجور أن تغير تركيبة الأنزيم داخل الخلية، فلا يستطيع الفيروس أن ينتج من نفسه أقارب له، فيظل وحيدا داخل الخلية فيكتئب ويموت. أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية يقول إن تجارب ريمديسيفير أظهرت أثرا إيجابيا في تقليص الوقت الذي يستغرقه التعافي. المرضى الذين استخدموا دواء ريمديسيفير استغرق شفاؤهم 11 يوما، وذلك مقارنة ب 15 يوما لأولئك الذين لم يستخدموه. حتى وإن كانت نسبة التحسن البالغة 31%، ليست حاسمة مثل نسبة 100%، إلا أنها دليل على أهمية مبدأ العلاج، لأنها تثبت أن الدواء قادر على إيقاف توغل الفيروس. A drug can block this virus. أعتقد أن صوته مبحوح، بحة عادية على ما يبدو. لنرى ما قاله العرب عندما سمعوا بهذا الخبر. يقول لك رحال خبر عادي، حيث سبق لهذا أن أعلن بأن شهر مايو سيكون إيقافا لكورونا. أما بريتا تقول شركة جيلياد المنتجة لهذا الدواء هبطت أسهمها بعد إعلان النتائج الأولية للعقار على 90 مريضا. فاوتشي يريد أن يرفع أسهمها بالادعاء أن العقار قلل مدة الشفاء بأربعة أيام. هذا العقار لا يمكن أن يكون علاجاً لكوفيد-19، وفاوتشي يعرف أنه يكذب. هذه تغريدة أخرى أتتنا هذه المرة من العنزي، ويقول والله لو يقعدون سنوات بالبحث عن الدواء لن يجدوه إلا بأمر وفضل من الله سبحانه وتعالى. عساف يقول هذا الدواء استخدم وأنتج لعلاج فيروس إيبولا وفشل فشلا ذريعا، والآن تستخدم نفس الشركة الدكتور فاوتشي للتسويق لهذا الدواء. تسويق ونصب واحتيال في نفوس البشر، هكذا تفعل الرأسمالية. والغريب أنه أن الـ FDA سوف تدخل على الخط وربما تمارس نفس النهج. حويج المخلص يقول في تغريدته ليست نتائج مدهشة ولكنها نتائج إيجابية. هناك أسئلة كثيرة، ومنها أن الشركة التي تنتج الدواء هي التي تمول الدراسة، وغيرها من الأسئلة. ننتظر حتى تخرج الدراسة. يبدو أن الإعلان سياسي لا أكثر. لماذا سياسي؟ قد يكون كلامك صحيحا يا حويج، لكن بالمقابل اليابان أعلنت أنها ستعتمد ريمديسيفير المضاد للفيروسات كعلاج لمرضى كوفيد-19، وأشارت الحكومة إلى أنها وضعت نظاماً للتصريح بالأدوية المعتمدة في الخارج للاستخدام الطارئ. في الآونة الأخيرة هناك العديد من المستجدات الموثقة علمياً التي ستساعد بإذن الله على محاربة الفيروس والسيطرة عليه. سأحاول أن أستعرضها بشكل سريع على شكل عناوين. طبعاً بالنسبة للفيروس، تأكد تماماً أن الفيروس ليس من صنع البشر. الفيروس هو فيروس من مصدر حيواني، تحور الفيروس ويعني استطاع بطفرة جينية أن ينتقل من الحيوان الإنسان وينتشر. فالموضوع حسم بهذا ونشرت ورقة عنه. ليست مؤامرة عالمية أو حرب بيولوجية يعني. ليست طبعا. النقطة الثانية اللي ننبه لها انه عدم ملابسة الأسطح ويعني حك العين والأنف
أو الفم ثبت أن الفيروس قد يستمر على الأسطح لفترات طويلة، فعملية عدم اللمس والتعقيم هذه عملية مهمة. النقطة الثالثة، أضيف للفئات الأكثر خطرا في دراسة جديدة أن الأطفال ما دون عمر السنة قد يصابوا بأمراض خطيرة، علما أن الأطفال يصابون كما يصاب البالغون، لكن نسبة الإصابة في الأطفال الحمد لله قليلة وشدتها أقل. لا يزال العالم مجهولا بأزمة فيروس كورونا المستجد الذي ضرب عشرات الدول وأصاب عشرات الآلاف من الأشخاص حول العالم، كما أودى بحياة المئات. وعلى ما يبدو أن المعلومات المتعلقة بكيفية عمل الفيروس وانتشاره وتأثيره على البشر تتغير بين الحين والآخر، فيما تستمر كبرى شركات الأدوية والمعامل في دراسة سلوك الفيروس لإيجاد علاج فعال له. وفيما يتعلق بسلوك كورونا، كشفت دراسة حديثة أثارت قلق الكثير حول العالم طريقة انتشار الفيروس. فبعد أن أكدت منظمة الصحة العالمية بأن الفيروس لم تثبت إمكانية انتقاله لمسافة متر أو أكثر، جاءت الدراسة لتوضح طريقة انتقاله إلى الأشخاص ومدة بقائه على قيد الحياة في الهواء وعلى الأسطح، حيث تظهر الأبحاث التي أجراها مسؤول الصحة الأمريكية وخبراء آخرون أن فيروس كورونا بإمكانه أن يبقى في جزيئات الهواء لمدة تصل إلى 3 ساعات وأن يعيش على الأسطح لنحو 3 أيام، كما يمكن اكتشافه على الأسطح النحاسية لمدة تصل إلى 4 ساعات، وعلى الأسطح الكرتونية لمدة تصل إلى 24 ساعة، وعلى الأسطح البلاستيكية والفولاذ المقاوم للصدأ لمدة تتراوح بين 2 إلى 3 أيام. كما جاء في الورقة البحثية خطورة الفيروس مقارنة بالإنفلونزا التي تعيش على الأسطح فقط ولمدة تقترب من 48 ساعة، كما أوضحت أنه يمكن للفرد الذي يحمل الفيروس أن يصيب حوالي شخص إلى 3 أشخاص، مما يجعله أكثر عدوى من الإنفلونزا. ولا يزال العلماء منكبين على دراسة كورونا الذي انتشر في معظم دول العالم وخلف حصيلة كبيرة من الوفيات والمصابين. وحتى وقت إعداد التقرير لم يتم إيجاد أي علاج للفيروس الذي يعتقد أنه بدأ في التفشي داخل سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان وسط الصين أواخر العام الماضي. We're not sure at the moment. It's really too early to say whether there is a link. Is caused by this virus, at least in some cases. The possibility, it's not definite, we need to look for other causes as well, but the possibility that there is a link is certainly plausible. العرضان الأبرز لفيروس كورونا هما سعال جاف ومتواصل أو حمى أو الاثنان معا. إذا كنت تعطس كثيرا أو يسيل أنفك أو تشعر بصداع فقد تكون مريضا، لكنك غالبا لم تصب بفيروس كورونا. إذن كيف يمكنك التعرف على أعراض الفيروس؟ بالنسبة للسعال، يجب ألا يكون مصحوباً ببلغم أو مخاط، أي لا وجود لمادة لزجة في منديلك عند السعال. نحن هنا لا نتحدث عن سعال متفرق، وإنما عن سعال متواصل يختلف عن تصفية الحنجرة أو التدخين مثلاً. ماذا عن حمى فيروس كورونا؟ في الحقيقة من السهل التعرف عليها. يجب أن تتجاوز حرارة الجسم أكثر من 37.8 درجة. إذا كنت لا تملك مقياساً للحرارة، ستشعر بحرارة وسيشعر من يلمس ظهرك وصدرك بحرارة.
إن كانت لديك هذه الأعراض فعليك وعلى من يعيشون معك البقاء في المنزل لمدة أسبوعين، وإن كنت تعيش بمفردك فاعزل نفسك لأسبوع فقط. لكن إن استمرت الأعراض أو ازدادت سوءاً فعليك الاتصال بالرعاية الصحية الأقرب. مع انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، عليك أن تدرك أن الإصابة به قد تؤدي إلى دخول المستشفى بنسبة تصل بين 20 إلى 30%، وإلى دخول العناية المركزة بنسبة تصل بين 5 إلى 10%، أما نسبة الوفيات من المصابين فتتراوح بين 2 إلى 7%. ينتقل فيروس كورونا المستجد عبر التقاط القطيرات التنفسية المتولدة أثناء السعال والعطاس، أو التماس المباشر مع المصاب، أو لمس أحد السطوح الملوثة بمفرزات المريض ومن ثم لمسه الوجه، حيث تظهر الأعراض بعد مدة تتراوح بين يوم واحد و14 يوما من العدوى، وقد يكون المريض خلال هذه الفترة معديا حتى وإن لم تكن عنده أعراض الإصابة. أما أبرز أعراض الإصابة بفيروس كورونا فهي ارتفاع درجة الحرارة، السعال الجاف، وضيق التنفس. ومن المحتمل أن تصبح الإصابة بالفيروس أشد وبنسبة وفيات عالية في حال كان المريض متقدماً في السن أو يعاني من أحد الأمراض المزمنة كالأمراض القلبية المزمنة والداء السكري والأمراض الرئوية المزمنة وارتفاع الضغط الشرياني والأمراض الكلوية المزمنة وأمراض السرطان ونقص المناعة. ولذلك يجب التزام المنزل والتقيد التام بالتعليمات الصادرة من قبل الجهات الرسمية التي تهدف إلى منع انتشار الفيروس، والتي قد تشمل تجنب وسائل المواصلات المكتظة، دور العبادة الجماعية، كافة الأعراس والأفراح والمناسبات الرسمية، بالإضافة إلى إغلاق المدارس والجامعات واللقاءات، إغلاق المطاعم والمقاهي والاكتفاء بخدمة التوصيل المنزلي، وإغلاق كافة الأعمال غير الضرورية والعمل من المنزل إن أمكن، بالإضافة إلى طرق الوقاية الشخصية التي تحول دون انتقال العدوى بالفيروس، والتي تشمل غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، واستخدام المحاليل المطهرة التي تحتوي على نسبة كحول بين 60 إلى 95% لتعقيم اليدين. إن تطهير السطوح والأدوات ذات التماس المتكرر من عدة أشخاص كملحقات جهاز الكمبيوتر وقبضات الأبواب وصنابير المياه وأجهزة الهاتف المحمول، بالإضافة إلى المراحيض وما إلى ذلك، يفيد بتقليل نسبة انتقال الفيروس إليك. أما إذا ظهرت عليك أعراض الإصابة فيجب عليك اتخاذ إجراءات من شأنها عدم نقل العدوى إلى المحيطين بك، بأن تضع كمامة على الأنف والفم وتغطي الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطاس ورمي المنديل بعدها، وتعزل نفسك عمن هم حولك، وأن تلتزم بأدوات خاصة وغرفة خاصة مع المرحاض إن أمكن. وفي حال سوء الأعراض لا قدر الله يجب أن تلتمس العناية الطبية، وننوه بأنه يجب الاتصال بعيادة الطبيب أو غرفة الإسعاف قبل الذهاب. وفي النهاية اعلم أن التزام المنزل يساعد في تسطيح مخطط الوباء لتقل الحالات المصابة وينحسر الوباء، ويتمكن النظام الصحي في بلدك من استيعاب الحالات في المشافي. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة.